حقيقي. وكمان ما ننساش محمد الشناوي بقى كمان ده حبيبنا يعني محمد الشناوي بيقدم مستويات اكتر من رائعة. كابتن وانا بقول الشناوي مميز يا كابتن لانه في اللحظات اللي بتحتاجه فيها بتلاقيه، يعني حارس مرمى عنده شخصيه ده مهم جدا، وكمان عنده قدرات قياديه، عنده ثبات واتزان نفسي كبير جدا، وكمان فنيا قدر يقطع اشواط كبيره جدا، انه يكون موجود مع المنتخب الاولمبي من ضمن ثلاث لاعبين، انه يكون موجود مع المنتخب الاول بالشكل ده، انه يلعب كاس عالم ويكون افضل لاعب في مباراه اوروجواي. محمد الشناوي هو بالنسبه لي علامه فارقه. أنا شفت إن بعد كابتن عصام الحضري مرمى النادي الأهلي عانى كثير جدا، إلى جاء محمد الشناوي لينير ظلام حراسة مرمى النادي الأهلي ويعيد لها بارقها الاستثنائي. طول عمر حارس مرمى النادي الأهلي يا جماعة ده لازم يكون رقم واحد وفرق كبير جدا، عشان كده معانا فيديو جراف مهم جدا عن الشناوي.